كل بطل. ان شاء الله. احمد حسب مصادر المترجي فانه التفكير في التخلي عن كاردوزو اصبح جدي، فمش حتى ديسيزيون الى حد الان صحيح، لكن فما بدايه تفكير، فما قلق وتوجس من مستوى الفريق في الفتره الاخيره من مقابله، بالضبط من مقابله سليمان اللي كانت في قربه حتى اليوم اللي في الفريق، الفريق بصعوبه كبيره. بدايه القلق من اختيارات كاردوزو وغير مستبعد نقوله، حتى غير مستبعد التخلي عليه في الاسبوع هذا. ما تروح على الفكره. لا، هو اذا كان الترجي التونسي باش يخمم في تغيير الاطار الفني، هذا الوقت المناسب، لانه انت جايتك شهر اخر جيك تشامبيونز ليج، ما عادش عندك الوقت باش تغير. وانا نرى مادام فما مساله وقت يضغط على الترجي التونسي، التوجه هنا هو خالد بن يحيى. انا في تقديري خالد بن يحيى بالليفكتيف هذا يصنع به العجب مع الترجي التونسي، اعتبارا قوه شخصيته. الترجي خالد بن يحيى يحمل الديانة تاع الترجي، يحمل شخصية الترجي كلاعب وكمدرب. مش مع خالد بن يحيى الترجي الذي تونسي بيستلعب البلوك طايح وتلعب تي بي فيكتيف تري 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 ليميتي. خالد بن يحيى كان يضغط ويلعب عالي، وشفنا كورة مميزة معها مع الترجي الذي تونسي. أما المشكلة تاع خالد بن يحيى وهو مع السيد حمدي المدب، هو كسوحية الرأس دائما. كل ما السيد حمدي المدب يفكر في أنه يستنزف خالد بن يحيى، تقعد هي مشكلة العناد وكسوحية الرأس وسيد خالد بن يحيى ماهوش سوبل. اما في تقديري في الظرف الراهن، اذا كان الترجي التونسي يخمم في انه يستنجد بمدرب ولا يغير الاطار الفني، ما راش معناتها افضل من خالد بن يحيى. تعرف باش نسالك كان زوج سؤالات. السؤال الاول، هل انه الوقت المناسب لتبديل كاردوزو، وهل محقق اداره الترجي اذا كان اختارت التوجه هذا؟ السؤال الثاني، احمد قال خالد بن يحيى، نتابع شويه حتى في الصفحات نتاع الترجي، برشا يحبوا على مدرب اجنبي يصنع اللعب، معناها قادر على صنع اللعب. هم علاش يلوموا على كاردوزو؟ يقول لك مع احترامي ما يفرقش برشا لبرشا مدربين تونس، نحن في تونس نعرف نسكروا اللعب ونعرف نسكروا، معناتها يقول لك مدرب تونسي نجم يعمل اللي عمله كاردوزو. يحبوا على مدرب في لاديان، وانت عارف مليح نتاع الترجي الدوميني وتصنع اللعب. انت مع انه راي فيه؟ اول حاجه كاردوزو ساعة شكون قيمه ساعة توا، وشكون حكي معاه كاردوزو، وشكون قاعد يحكي مع كاردوزو؟ معناها توا قداش عنده الترجي في التعثر هذا، معناها في كل مقابله، معناها مع المنافسين الكل بريسك. انا في مقابله نادي الافريقي عمناول وقت اللي الكلوب افريكان دوميني في اللعبه، معناها في الليه قدام جمهور الترجي، الترجي يلعب في البلوك با اول مره تصير، اول مره راه انا تلعب في البلوك با، والترجي قاعده وسالوهم بعد على الدربالي، هذه النقاط راهو اللي واحد لازم معناه يركز فيها. يسالوه على الدربالي قال لهم ان سانكيام يلعب لي على الكوار باش يسكر على الزعلوني، وانت تلعب معناه في الملعب نتاعك قدام جمهورك. هذه هي الحاجات اللي تخلي وقت التقييم. وقت نعيط له انا هنا نحكيوا على هويه نتاع الترجي اللي فريق هجومي، ما نجمش يلعب ببلوك با، وما نجمش يلعب يطيح البلوك، ماهوش ليكيب دو كونتر بطبيعته. معناه من اول الدنيا نعرفوا الترجي تعمل في الاتاك بلاسي مع اي منافس، حتى معناها في رابطة الابطال. بالنسبه لي انا التغيير كان صار توا كما قال احمد اللي طون، معناها وقت نتاع التغيير تاع كاردوزو، وسيرتو معناها معطاش واعطينا برشا فرص، وغدويك بجيو مقابله تصعب. اسلام معناها اعلى من البطوله التونسيه، نحكيو على الاهلي ونحكيو على جمعيات اخرين معناها في تونس ولا البرة، ونحكيو على فينال اليوم على جمهور الترجي يحلم، وعندك كاس عالم من بعد. معناها لي زيشيونس هذوما يلزمهم لاعبيه كبار، يلزمهم كاركتير، وباش الترجي تتعدى. الباقي كي نحكيو على خالد بن يحيى، خالد بن يحيى كشخصية، أول حاجة شنو الاختلاف هو ساعة مع خالد بن يحيى اللي هو الكاركتير فيه، في شنو ما تدخلوش في خدمته كأي فني. اليوم خالد بن يحيى عنده الحكاية هذه أنه ما يدخليش حتى واحد. وبصراحة كي راهو التشكيلة تاع الترجي اليوم وراو نتفرجوا شوية، نعرفوا اللي فما تدخل اليوم في تشكيلة الترجي، معناها ماهوش كاردوزو برك. دونك علاش قلت لك انا التقييم؟ اش معناها تدخل؟ تدخل، فما شكون قاعد يتدخل، فما شكون قاعد يكتب له ساعات ورقه يطيش له، شنو؟ فين شفته هذا؟ انا حسب رايي انا هكا. فين شفته بالضبط؟ في الاختيارات نتاعو، في رجوع صدام وبوقره ونحيهم. هو معتز صدام قال ما عندي حتى كيتكلم، قال ما عندي مشكله مع المدرب معناها. وغيث الوهابي كيف كلهم قالوا هكا. كلهم قالوا هكا معناها. اسمعني طارق، انا ضد راه التدخل، ولا انا ندفع في تو حمدي المد في الشهر عنده ما يقارب ذولي كي تحسب له
فما اكثر من مليار دي سالير. اش معناها ندفع وما تو معتز صديام هذايا معناها باش تانيلو الكونترا نتاعو وتحب لك تدفع له مليار ودوات. كاردوزو انتم تو حكيتوا على الجانب الفني ما حكيتوش على الجانب نتاع الكونترا. نعطيك حضر له باكو وقول له تفضل روح مش باش يسيبك. انت اقرب مثلا في يمكن في معلوماتك للنادي الافريقي اليوم، اليوم فما مدرب تونسي، فما مدرب تونسي ياخذ ريسك انه يلعب معز حسن في مقابله في راتس قدام جمهور النادي الافريقي؟ علاش نقول لك اقصد فهمت واش نقصد انا حاجه انا كيك على الكاركتر تاع مدرب. فما نقطه كنتش نعديها لك توا. انا الرا تحب ولا تكره تراجي فريقي جيران اي كلوبوس راهو يتمنى البلايلي في تشكيله الكلوب ومميش فما جوارات يتمنوهم والتراجي كيف كيف راهو كنت بتفرج لك تقول لك اي تمال كان جبناه وكان الاخر جيران. انا اللي ريتو اللي طلع الباره على كاردوزو السنه هو بيتوني. أيزي. العكس اللي يعمل فيه كاردوزو قاعد يعمل فيه في استابيليتي يفهم موزع حسن ولو انه برضو عالجمهور ولو انه مازال بكري لا 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 نحكيه طول المنطق رانا قاعدين نحكيه انت بتقول مازال بكري. انا بالنسبة لي انا كلوبوس ناكد لك ونتحمل مسؤوليتي عندي 30 سنة ما ريتش كلوب تكورك حاجة اخرى مختار والجو معنى انت اليوم في الجو العام مدرب يخلق لك جو ايجابي تحسه تحس فما جو ايجابي هو الريزلتا تحكم مش المدرب زاد الريزلتا تحقق لك جو ايجابي مش المدرب مش الريزلتا هو جو ايجابي من لولو في اختياراته في الملاعبيه اللي جابهم في الحكايه هذه الخلانيه بتاع نحب نعرف حاجه بركه طارق شكون الزرب باش عاود الكونترار كاردوس عاود له تو تو شكون اللي عاود له ايش قلت لك شكون اللي عاود له مازالوا عندنا برشا ماتشات نمشيو فاصل الموسيقى وبعد نكملوا حصتنا اليوم.